السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. سوف نشاهد سباق 100 متر نهائي شابات البطولة العربية تحت 23 لأول مرة في الوطن العربي. سوف نشاهد سباق قوي جدا، طبعا تركيز من اللعيبة زي ما احنا شايفين واقفين على الستارت. طبعا الحكم بيدي تعليمات وينبه على اللعيبه، ايديك ورا الخط، ممنوع لاعب يطلع قبل الصفاره او الانطلاق الطلقه على حسب كل سباق يطلع ازاي. طبعا بيستعد حكم البدء، اللعيبه هتنزل في وضع الاستعداد ونشاهد سباق قوي جدا، سباق 100 متر نهائي البطولة العربية تحت 23 تونس 2023. بالتوفيق للجميع إن شاء الله. أقوى 8 لعيبة في العرب تحت 23 سنة، وانطلاقة خاطئة، يبدو رقم 8، اللاعبة رقم 8 طردت. رجوع مرة أخرى بعد استراحة، نهائي سباق 100 متر شابات، انطلاقة خاطئة، انطلاقة خاطئة، طبعا انطلاقة خاطئة زي ما احنا شايفين. الحكام يرفعوا الرايات، هيرجعوا من تاني. طبعا رجعنا مرة أخرى ونشاهد السباق العجيب، من سيحصد الذهب والفضة والبرونزية؟ بطولة قوية جدا، طبعا اللعيبة متوترة، لازم اللعيب الميت متر يكون هادي في مكانه ثابت، عنده قوة أعصاب وقوة تحمل وسرعة. سوف نشاهد سباق قوي جدا، يا ترى يا هرترة هل السباق يتعاد مرة ثالثة ولا ايه؟ انا بقيت قلقان، هنشوف. طبعا زي ما احنا شايفين اللعيبة مجهدة ومتوترة جدا، عندك لعيبة حارة ثلاثة، لعيبة مصرية قوية جدا، شاهدناها في التصفيتين اللي فاتوا. زي ما احنا شايفين انطلاقة صحيحة، انطلاقة قوية جدا من اللعيبة المصرية والجزائرية. يا سلام يا سلام يا سلام، مصر مصر تحصد الذهب، الله الله، سباق قوي جدا بعد معاناة، بعد معاناة قوية من اللعيبة، الله يا ولد الله. بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية الذين شاركوا في هذا الحدث الفريد، تنظيم قوي جدا جدا، بالتوفيق للجميع ان شاء الله، مع تحيات كابتن وليد عبد الغني.